هذا ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعبئة كراتين مبادرة كتف في كتف والتي بدأت في محافظات مصر. يستهدف التحالف توزيع الكراتين الغذائية على أهالي الأسكندرية المستحقين في عدد من المناطق، وعمل قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني بها في معظم التخصصات الطبية بمنطقة قرية أبو مسعود التابعة لمنطقة ثاني العمرية غرب الأسكندرية، وذلك بغرض مساعدة الأهالي المستحقين وإدخال البهجة والسعادة عليهم. لو عن طريق الأكواد الإلكترونية إن إحنا كل أسرة بيجي لها رسالة نصية على تليفونها بكود إلكتروني بيقدر بيه يتوجه لأقرب محل إحنا متعاقدين معاه، منه إن إحنا بندي حرية الاختيار لكل أسرة حسب عدد أفرادها وحسب احتياجها وحسب تفضيلها في الأكل إن هو يختار الحاجة اللي هو عايزها. إحنا النهاردة عندنا فعالية من فعاليات التحالف الوطني مبادرة كتف في كتف، النهاردة جايين في تعبئة الكراتين الغذائية اللي بتوزع على الأسر بتاعتنا. النهاردة في دفعة من 7500 شنطة هتتوزع في اسكندرية في أكتر من 25 منطقة، دوت من ضمن 100,000 كرتونة هتتوزع في مصر كلها، مشاركة 20,000 متطوع منهم 1,000 متطوع موجودين في اسكندرية النهاردة بيشاركوا في الفعاليات ديت. احنا بنشارك في مبادرة كتف في كتف اللي هي مستهدفة 4 مليون كرتونة على مستوى المحافظات كلها. النهاردة احنا في اسكندرية في قرية أبو مسعود التابعة لقسم ثاني العمرية، وهي من المناطق الأشد احتياجا يعني. والنهارده موجودين بنشارك في الفعالية،